ألغت محكمة الاستئناف في الكويت حكما قضائيا يسمح للشيخ مالك الصباح بالترشح في انتخابات مجلس الأمة، في حين أيدت عودة المرشحين صفاء الهاشم وخالد المطيري وفواز العازمي وعاطف العازمي وعبد الله العازمي. كما قررت المحكمة إلغاء أحكام أول درجة وشطب 6 مرشحين آخرين. وانضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الشيخ مالك الصباح المرشح لمجلس الأمة الكويتي. أهلا بك شيخ مالك، بداية تعليقكم على هذا القرار. حياكم الله والحمد لله على كل حال، وفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا صدر قرار اليوم بإلغاء ترشيحي من انتخابات 2016، وعندنا إن شاء الله الآن جولة أخيرة مع محكمة التمييز بإذن الله تعالى، ونقدم طعن إن شاء الله بكرة بالتمييز على الحكم المصادر اليوم، وإن شاء الله تقسم بالله في قضاء النزيل إن شاء الله أن يتعدى الحكم، لأن اليوم أنا قاعد أطالب اليوم بحقي كمواطن كويتي حالي حال أي مواطن كويتي أن أخوض انتخابات وألجأ يعني لله في الصناديق للإخوان الناخبين، سواء يوافقون يحطوني كعضو مجلس الشعب كمجلس الأمة أو لا. هذا اللي كنت أسأله وبوصل رسالة، والحمد لله رسالة وصلت للسلطة والحكومة بجميع الندوات اللي قمت فيها، وتحبيت أن أوصل رسالة من خلال بيت الشعب قاعة عبد الله السالم، لكن الرسالة وصلت نصها وإن شاء الله توصل قريب، وأنا ثقتي بالله ثم في القضاء إن شاء الله إنه راح ينصفني إن شاء الله هذا الأسبوع، إن الله أعطانا عمر وقدام انتخابات تقريبا أسبوعين، وما زلنا نقول إن قضاءنا نزيه ولا أحد يزاود عليه، والأخوة إن شاء الله المراقبين الآن نعم. في الشارع الكويتي وكذلك في الشارع العالمي. طيب هذا القرار يعني كما فهمت منك هو ليس قرار قطعي، وستتحول أنت إلى محكمة التمييز. نعم، أنا عندي درجة من درجات التقاضي اللي هي محكمة التمييز، وراح أستمر إن شاء الله في الطعن، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. هذا مو قرار اليوم، هذا قرار مجموعة كبيرة من الناخبين أبناء الشعب الكويتي الأفاضل أبناء الدائرة الخامسة، وفضل الله سبحانه وتعالى يعني أنا يعني نعم. قبول وتأييد كبير من قطع النظير من أبناء الدائرة. بعد ما طلع القرار التقيت مجموعة كبيرة في مسجدنا في بحليته هني، وجوني وكلموني قالوا لازم تستمر في قرارك، لكن احنا اليوم احنا نتكلم اليوم عن مبادئ دستورية جديدة. نعم، مبادئ دستورية جديدة ومهمة راح تكون فيصل لتحديد كل مواطن شنو دوره. طيب شيخ مالك اذا سمحت لي، ما المبرر القانوني الذي جاء في هذا النقد؟ المبرر القانوني طبعا قدمت الحكومة المتمثلة في الفتوى والتشريع قرار ان 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 في مذكرة تفسيرية او مذكرة إيضاحية يمنع ابناء الأسرة من خوض الانتخابات. لو نرجع حق المادة الرابعة من الدستور ذكرت ان الكويت امارة جدرة مبارك صباح، وذكر كذلك مذكرة تفسيرية في كذا مادة ان هناك نأي فقط من ابناء الأسرة عن تجريح سياسي، ولا ذكر ان هناك منع. اذا كان هناك خلل في الدستور، كان اعتقد ان اليوم وجب ان تجلس السلطة التشريعية والتنفيذية ويكون هناك قرار في تغيير مبادئ الدستور بما فيه مزيد من الحريات وليس من تقييد الحريات. هذا الكلام اللي هذا الرسالة اللي انا بوصلها. فانا اعتقد يعني ان انا من حقي كمواطن كويتي وانا اعود نار الحزمة اني امارس حقي وانزل الانتخابات كمرشح. ليش اليوم انا كواحد من الاسرة اروح اصوت واكون ناخب وليش ما يسمح لنا ارشح؟ شنو الفرق اللي بيني وبين اي مواطن؟ طيب سؤال اخير شيخ مالك، لماذا قررت الترشح في سابقة لعضوية مجلس الامة الكويتي؟ انا قررت اني اترشح وانا كنت جالس في موضوعي هذا لاني وجدت صراحه في اخطاء امور كثيره ما قدرت ممكن اغيرها اليوم كمواطن، ولكن ممكن اغيرها عن طريق بيت الشعب، لان بيت الشعب اللي هو المتمثل في مجلس امه ممكن الانسان يدخل بيت الشعب ويتكلم ويسجل موقف، وهذا سجل شيء حق بلدي حق اهلي، هذا هدفي الاول والاخير. وحطيت يعني حطيت الله سبحانه وتعالى نصب عيني ثم مصلحه الوطن، هذا الشيء اللي نعم. اتعالى وما زلت اتعالى، وانا واثق ان شاء الله اني راح اوصل ان شاء الله حق هدفي، وهذا قرار الشعب، لان اليوم الشعب هو مصدر السلطات والسياده للامه، هذا الدستور راح نتكلم عنه. وانا اعتقد يعني ان اليوم لابد ان يكون في انصاف كامل،
وانا اقول مثل دائما اقول ظلم بالسويه عدل بالرعيه، ظلم بالسويه عدل بالرعيه. انا اتمسك في حقي ك ك ك ك ك اليوم كمرشح، وما زلت اطالب اني اترشح، والقرار للشعب، الأمة مصدر سلطان. نعم. هم اللي يحددون مالك محمود ينجح او مالك محمود. وصلت الفكره. انا اشكرك الشيخ مالك الصباح المرشح لمجلس الامه الكويتي، كنت معنا مباشره عبر الهاتف من الكويت. انضم إلينا أيضا من الكويت المحامي عادل عبد الهادي للتعليق هذا الموضوع. محامي عادل، استمعت معنا للشيخ مالك، قال بأنه لا يوجد أي نص صريح في الدستور الكويتي يمنع ترشح أحد أبناء الأسرة الحاكمة، تعليقك على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني هو لا شك أن موضوع يطرح لأول مرة بالكويت يثري الساحة القانونية، ف هذا شيء طبيعي. أما ما درسناه وتعلمناه في محافل الجامعات وقاعات الدرس، وتعلمناه من نعومة أظافرنا في القانون إلى اليوم، وأن الدستور هو الأسمى. كذلك أن تعلمنا أن المذكرة التفسيرية اللي كانت صدرت في ذات الأدوات في نفس الطريقة هي مكملة للدستور، ولا تتغير إلا بنفس الطريقة اللي يتغير فيها الدستور، وهي الأسمى، وبالتالي هي المذكرة التفسيرية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور، وملزمة للكافة باعتبار أنها هي جزء من الدستور. لا شك أن هذه المذكرة تعطي ثقل كامل كثقل الدستور، فلا تعطي مجال لأن تكون هناك قوانين أخرى تخالفها. هذه المذكرة نصت على أن تنأى عن أبناء الأسرة، أسرة الحكم، من أنهم ينزلون إلى الانتخابات. ليش؟ عشان تمنعهم من أنهم يكونون، تنأهم من التجريح السياسي، لأن تدري أن الانتخابات هي منتديات سياسية صحيح فيها تجريح. أما بالنسبة لأبناء الأسرة الحاكمة لما يدخلون في هذه الانتخابات يتجرحون، وهم راح يكونون لهم المناصب الأخرى، فتشوف أن الدستور الكويت سمح أن يكون هناك تعيين مجلس الوزراء من داخل ومن خارج، الأصل من داخل أعضاء مجلس الأمة، لكن فتح مساحة شاسعة وكبيرة بالنسبة لأعضاء الحكم، أسرة الحكم، بأنهم يتعينون كوزراء في مجلس الوزراء، باعتبار أنهم أعضاء في مجلس الوزراء بطريقة التعيين. هذه المساحة اللي فتحها لهم المشرع، أنما يشاركون أبناء الشعب بأنهم ينزلون للانتخابات، هذه منعهم. وصلت فكرة. طيب يعني إذا سمحت لي وصلهم إلى فكرة زينة. إذا سمحت لي يعني كيف نفسر أن هناك حكما قضائيا صدر ومن ثم ألغته محكمة الاستئناف في ظل ما تفضلت به بأن هذه المذكرة التفسيرية تملك الصفة القانونية وكأنها جزء أصيل من الدستور؟ يعني بلا شك أن هذا حكم محكمة أول درجة، ومعرض إلى التجريح أمام محكمة الاستئناف، ومعرض أمام محكمة التمييز في الطعن اللي راح يقدمه الشيخ. لكن كيف صدر بالتعارض مع هذه المذكرة التفسيرية؟ يعني هناك اجتهادات. أنا لما قريت حكم محكمة أول درجة قال أن قانون الانتخاب لم ينص نصا كاملا على منع أبناء الأسرة الحاكمة، وبالتالي لهم المساحة أنهم يروحون، ونسى وتغافل أن هناك نص دستوري يعني الأسمى، يعني الدستور عندنا ثم القانون. مو معقول أن القانون يمنع أبناء الأسرة أو يسمح لهم ويخالف نص تشريعي أسمى وأكبر منه. طب هل تتوقع الدستور والمذكرة هل تتوقع أن يتغير الحكم في حال اللجوء إلى محكمة التمييز من قبل الشيخ مالك؟ هو إثراء قانوني، لكن أنا أتوقع أبدا راح يتأيد حكم محكمة الاستئناف. رأيي طبعا رأيي الشخصي، لأن الآن القضية والرأي القانوني القضاء، وأنا الرأي القانوني أن المذكرة التفسيرية هي الأسمى وهي جزء لا يتجزأ من الدستور، وضعت بذات الأدوات، وضعت في هذا، تم التصديق عليها بذاتها. لو كان المشرع الدستوري السابق كان يبي يسمح لأبناء الأسرة لنص عليها صراحة، لكن هو منعهم بناء على أنهم أعضاء في مجلس الأمة معينين عن طريق مجلس الوزراء، يعين الوزراء من داخل وخارج
خارج مجلس الأمة. أعتقد هي المساحة الوحيدة اللي لهم بالنسبة للدستور، دستور متوازن. لو كانت المسألة كذا لكان عندنا مجلسين، مجلس شيوخ ومجلس نواب، نعم. وسمح لهم. إنما الكويت ذات طبيعة فريدة في الدستور، نعم. طبيعة المجلس الواحد، الأمير ذاته مصونة لا تمس، نعم. الأمير يمارس إذا سلطات سمحت لي كي أستغل وقت المحامي عادل، يعني الطعن الذي قال الشيخ مالك بأنه سيتقدم به إلى محكمة التمييز، القرار فيه سيكون بتا نهائيا؟ بكل شك، يعني بكل تأكيد ان هو المرحله الاخيره، مثل ما تفضل فيها الشيخ مالك الصباح بان هذه المرحله الاخيره وهي اخر مرحله لديه، ان بكره لما يتقدم يعني بعد ذلك لا فرصه لدى الشيخ مالك الصباح لتقديم اي استئناف. انا اشكرك على كل حال المحامي عادل عبد الهادي على كل ما تفضلت به، كنت معنا مباشره من الكويت.